اتفضل عرف نفسك. ابراهيم كمال، فريق فدائي، حركة الشباب المصري الطواعية في نفس الوقت برضو. اتفضل. كنا بتعمل حملة قبل يوم الجمعة، كنا الخميس كنا بنتفرج على الاتفاقيات وكده، والورقة اللي احنا وزعناها ورفعناها. كنا عملنا مبادرة جمعنا فيها تقريبا، خلصت في الاخر خالص، ان هي بقوا 39 حزب وائتلاف وحركة اللي اتفقوا عليها. طبعا هو لما جينا نطبعها ما كانش فيه كل الناس عرفنا نحطها في الورقة بعد كده، بس المبادرة دي كانت منها الجماعة الإسلامية، كان في من الدعوة السلفية، وكان في الجماعة الإسلامية والأزهر. عايز أقول إن بس إن إحنا المبادرة دي اتفقنا فيها إن مفيش شعارات هتترفع والمنصات هتتوحد، ومفيش تنديد لشخص معين أو لفكر معين، لا دي كنا عايزينها تبقى جمعة توحيد الصفوف، إن إحنا بنتوحد تاني وإن إحنا بنبقى نرجع مع بعض تاني. طبعا نقد العهد ده الدعوة السلفية بصورة كانت ظاهرة جدا في الميدان، متهيألي لو أي حد نزل الميدان يوم الجمعة كان هيشوفها. نقدوا العهد، ابتدوا يرفعوا لافتات، احنا كلنا كنا رافضينها. أعلننا انسحابنا، فريق فدائي أعلن انسحابه 6 إبريل، وجميع الناس اللي اتفقت على المبادرة أعلنت انسحابها امبارح. فعلا فضلنا طول اليوم مفيش أي تعليق أو أي رد مننا على الموضوع. لحد الساعة بالظبط 8 هما نزلوا من الساعة 5 الفجر يوم الخميس لحد الساعة 8 يوم الجمعة. الساعة 8 انسحبوا كلهم بطريقة ملفتة جدا، ان هما سابوا الميدان مرة واحدة، ومن ضمن الشعارات اللي احنا كنا رافضينها هي موضوع إسلامية والشرعية والكلام ده كله، مش رافضينها لان احنا مثلا هنا كفر او علمانيين او الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده، لا ده احنا رافضينها عشان اصلا المادة التانية في الدستور ما اتلغتش، ومفيش الحتة دي، يعني مفيش الدعوة لان ان 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 المادة التانية في الدستور تتلغي، فانت تيجي تنزل تقول لي احنا عايزينها إسلامية، لا هي المادة التانية ما اتلغتش اصلا، فعشان كده احنا رافضين فكرة إسلامية في الموضوع، او رافضين هي إسلامية اوريدي اصلا كده، يعني احنا ماشيين بطبق الشريعة الإسلامية في المحاكم عندنا وفي في القضاء بتاعنا، فمعنى كده ان انت ماشي إسلامية، فلما تيجي تنزل تقول لي إسلامية هي الحل، نيجي نتناقش معاهم ان احنا نحاول نفهمهم ان طب احنا عايزين المطالب بتاعتنا، حق الشهداء، حق الثوار، الناس دي كلها، الحرية والعدل والكرامة والديمقراطية للبلد، ما عندهمش غير رد واحد، هي الإسلامية إسلامية. وده طبعا يعتبر النقد للعهد اللي احنا تميناه او اللي احنا اتفقنا عليه. فهنعلن ان شاء الله ده من ضمن الاعلانات اللي احنا بنصدرها من ناحية فريق فدائي، ان احنا بنعلن انسحابنا من اي حاجة او اي مبادرات مع الدعوة السلفية او من غيره من الجامعات الإسلامية، مش كلها، لان في الازهر اتفق معانا وكان مع مطالب الثورة امبارح، وكانوا بيلفوا في مسيرة بمظهر حضاري جدا بيطالبوا بالقصاص وحق الشهداء والمحاكمات العادلة. فده يعتبر ان هو انفصال عن المجموعة امبارح بالنسبة للدعوة السلفية. هل في كلام على فرد الاعتصام؟ كان بيقولوا في اجهزة الامن هيعلن الساعة 5 اليوم على موضوع فرد الاعتصام، هو بعد شهر رمضان. هو بالنسبة للتعليق الاعتصام ده، هي دي اصلا كانت من الاعلام اللي انا في اعتقاد ان هو لسه لحد دلوقتي اعلام فاسد، وده بظواهر كتيره جدا. مفيش حاجه اسمها فض اعتصام، احنا ما نزلناش هنا بقالنا دلوقتي 32 يوم من يوم مسرح البالون عشان نيجي في الاخر نمشي نفض اعتصامنا لسبب غير معلوم بدون اي مبررات، يعني معنى كده ان احنا نازلين صحاب اجنده معينين، لا ده احنا عايزين الحريه والديمقراطيه. لما البلد دي تشوف الحريه والعدل، العدل القضاء والديمقراطيه، ساعتها يبقى في حاجه اسمها فض اعتصام، غير كده يبقى مفيش فض اعتصام، والدعوه دي او المبادره دي او الكلام ده كله كلام فارغ ومش هيحصل غير لما تحقق مطالب الثوره. هل شهر رمضان الكريم كل سنه وانت طيب هيأثر على الاعتصام، ولا هيبقى شهر بقى من الشهور اللي هي يعني تاريخيه؟ والله انا بالنسبه لي ده هيبقى احسن رمضان هقضيه في حياتي، ان انا هبقى هنا في معتصم في ميدان التحرير مع كل الناس النظيفه اللي انا عرفتها هنا في الميدان. يعني قبل حساب الاخطر معاك؟ طبعا كل الناس، احنا عاملين فطار جماعي اول يوم، عاملين اكبر مائده رحمن في العالم ان شاء الله هنا نعملها هنا في التحرير، مش تمويلات خارجيه، لا دي من ناس مقتدره هنا في الميدان بتجمع مع بعضها دلوقتي، بيتفقوا بقالهم كام يوم ان هو مين يعرف الرز ارخص والبطاطس ارخص، وانا كنت حاضر الاجتماع ده امبارح عشان يعملوا مائده رحمن عشان الناس كلها، مش المعتصمين بس في ميدان التحرير، ده لكل مصر.
وكفايه ان احنا نصلي صلاه تراويح في الحريه يعني، او يعتبر بالظبط كده في جزء من الحريه، الحريه اللي هي ميدان التحرير بالنسبه لنا دلوقتي، ولسه بناخد الحريه بنمددها في البلاد كلها. الكفايه ان انت هيبقى في صلاه تراويح، صلاه تراويح هنا جماعيه مع بعض كلنا، دي مفيش هيبقى امتع من كده ومفيش اجمل من كده. السحور الجماعي، قعده رمضان مع بعض مع الناس دي، هتبقى حاجه ما حصلتش. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في شهر رمضان نكون حققنا مطالبنا كلها، نكون وصلنا البلد دي للي احنا عايزينه، معانا ربنا بدلائل كتيره جدا، وان شاء الله خير وكل سنه طيبين للجميع. ماشي، العفو عليك.